طيب موقف وليد ازارو. موقف وليد ازارو اعتقد ان هي على الحاله التسويقيه يعني او الحاله اللي جايه ممكن في اداره التعاقدات يتكلموا فيها اكثر مني احسن او احسن مني فيما يخص الحته العروض والاتفاقات وكده. موقف المعارين يدرسهم موسيماني ولا لسه؟ بنتفرج عليهم بنتفرج عليهم والراجل مهتم جدا بكل حاجه، وانا بقول لك الراجل ده من الحاجات الحلوه جدا كمان ان هو يعني بتاع شغل جامد جدا الحقيقه. يعني بيجي يشتغل وبعد يشتغل يشوف الحاجات اللي خاصه يعني. مركز جدا يا رب ان شاء الله يعني يكون موفق باذن الله، وان شاء الله الرحمن ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. السفر للمغرب ان شاء الله يوم الثلاث، يوم الثلاث طبعا الاتحاد الافريقي طالب ملفات ملفات كبيره مش صغيره، كل واحد له ملف. طلب منك ملف طب الاتحاد الافريقي مش كده كاملا؟ طبعا تحليلات ورسم رسم قلب وحاجات خاصه بالجسم ككل، يعني كل واحد له ملف كامل. ثانيا البي سي اور يتعمل مرتين في غضون ال 10 ايام او في غضون ال 10 ايام اللي جايه دي. عملنا واحده النهارده وهنعمل واحده يوم الاحد يوم الماتش بالنسبه لنا، اثنين للاجهزه الفنيه واللاعبين وواحده لكل المسافرين. هتسافر قبل البعثه انت ولا في العادي معاهم؟ اتمنى ان احنا نسافر قبل البعثه انا وكابتن سمير، لكن التواصل هناك في المغرب لحد دلوقتي لسه ما شفناهوش، التاشيرات لسه ما جاتلناش. وعلى طياره خاصه مش كده؟ بس انت عشان تسافر فيه يعني دلوقتي متواصلين مع الجانب المغربي، ما فيش حتى في السفاره هنا نفس الكلام، يعني ما فيش التاشيرات بتاخدها. انت بتتكلم على تواصل هناك، هل هيعملوها بشكل يعني مجمع، تاشيره مجمعه، هل تصريحات مجمعه، هل يعني ده برضه جانب يخصهم يعني. لكن لحد دلوقتي انت ما فيش حاجه تقدر تخش بها المغرب في باسبورك او ورق يخص في المغرب في باسبورك. المجال الجوي كمان هل هيبقى مفتوح قبل يوم 12 13 تقدر تسافر تقدر تختار؟ اتمنى ان هو ان شاء الله على بعد يوم 10 تبقى الامور وضحت بالنسبه لنا، لكن تحديد السفر يوم 13 الساعه 3 الظهر وهنرجع بعد الساعه 3. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن. شكرا يا كابتن سيد. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كاملا من كثير من التفاصيل اللي طمنتكم على فرصه بطل الدوري في المعترك الافريقي ان شاء الله.